بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأيضا بمناسبة الصوم الكبير لأشقائنا المسيحيين. كل عام وأنتم طيبين جميعا. أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. الحضور الكريم، اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم في تقليد سنوي متجدد بسيدات مصر العظيمات أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح، ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها. فالمرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه. ولعل احتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارها، فقد احتضنت وربت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها مقدمة في سبيل رفعته وسلامته، فلزت كبديها وزهرت عمرها، فهي أم الشهيد الصابرة والزوجة الداعمة وقت الشدة والأخت الفاضلة والابنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة متطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا. عظيمات مصر سيداتها وفتياتها، لقد أكدت خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد من كل هوى إلا هوى الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقية أمام محاولة النيل من عزيمة هذا الوطن. واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي: مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة، إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي. تشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل، استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال. تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية
لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة. طبعا هنعمل المتحف ده في العاصمة يا دكتور، في العاصمة. وختاما لك أيتها المرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوفية، خالص تقديري وتحياتي وتحيات أبناء هذا الوطن. فماضيك حضارة سبقت التاريخ، وحاضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وجودك المشرقة. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير. ودائما وأبدا وبالله العظيم وبشعبها الكريم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.